أشرت إلى مسألة أو ما تسمى إسرائيليا بخطة الجنرالات شمال قطاع غزة التي على ما يبدو تهدف إلى إخلاء الشمال شمال قطاع غزة. لماذا التركيز في هذه المرحلة على مسألة القصف؟ ويقال أيضا بحسب المتابعين العسكريين بأنه قصف عشوائي. هو قصف يعني صحيح فيه بعض العشوائية بهدف الضغط على السكان ليضغطوا على حماس، هكذا تفكر إسرائيل أنه في زيادة الضغط على المدنيين يمكن أن يحول هؤلاء ضغطهم وغضبهم على قيادة حماس، وهو الأمر الذي يفشل عمليا منذ 8 أكتوبر. إسرائيل تريد أن ترى الشارع في قطاع غزة وما تبقى منه يخرج للتظاهر والاحتجاج ضد حركة حماس. هي لا تعرف أنه دون إعطاء أفق سياسي ودون الحديث عن أفق سياسي لسكان قطاع غزة فمن المستحيل أن يخرجوا ليواجهوا حركة حماس إن لم يكن في يدهم بديل أو مقترح بديل عن سلطة الحركة في قطاع غزة. ولكن خطة يعني تنظيف تطهير شمال قطاع غزة وخلق مساحة كبيرة بين الشمال وبين المناطق الإسرائيلية المأهولة والتي سيتم إعادة تأهيلها هي خطة أساسية. هناك شبه إجماع بشأنها أنه لا يمكن أن تعود الجغرافيا إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، أنه أي أن بيوت قطاع غزة وحدود قطاع غزة تكون متاخمة تماماً للصف الأول للبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. هل من بين الخطة أيضاً سيد علي هو التغيير الديموغرافي؟ لأن الخطة أساساً هي تشمل في المرحلة الأولى إبعاد النازحين من منطقة الشمال ثم حصار المقاتلين أو ما تبقى مع عائلاتهم، فيها نوع من هدف التغيير الديموغرافي في المنطقة؟ هذا هو القلق. يعني حتى الآن لا يوجد حديث عن تغيير ديموغرافي، الحديث يدور عن إنشاء حزام أمني يتم بموجبه إبعاد قطاع غزة، جغرافيا قطاع غزة، بيوت قطاع غزة عن الصف الأول للبيوت الإسرائيلية. طبعا هناك مخاوف من أن يفتح هذا الحزام شهية اليمين الإسرائيلي الطواق جدا لعودة مستوطنات قطاع غزة إلى سابق عهدها إلى ما كانت عليه قبل العام 2005، لكنني في هذه المرحلة على الأقل أستبعد أن يكون هذا سيناريو وارد، خاصة وأن رئيس الوزراء نجح بضم حزب آخر إلى ائتلافه، وبالتالي الثقل وتأثير حزب بن غفير الذي يفتح في الحقيقة المخاوف لا تتعلق فقط بالتغيير.